اندلعت الاحتجاجات في كليفلاند بولاية أوهايو يوم السبت رفضا للحكم الصادر بتبرئة الضابط مايكل بريلو. وكانت الاتهامات قد وجهت إلى بريلو كونه انتظر توقف سيارة الضحايا قبل إطلاق النار، ومن ثم وقف على غطاء المحرك وأطلق النار مرارا وتكرارا على زجاجها الأمامي، في حين لم يعثر على أي سلاح في سيارة الضحايا، مما أسفر عن مصرعين تيموثي راسل وميليسا ويليامز في عام 2012. جاء ذلك عقب عملية مطاردة بواسطة سيارات الشرطة بدأت بعد أن ردت سيارات الضحايا رصاصات الشرطة، مما دفع بعض الضباط إلى الاعتقاد بأنهم تعرضوا لإطلاق النار. واعتبر القاضي في المحكمة في كليفلاند أن بريلو استخدم القوة المعقولة قانونيا. ويعد هذا الحادث الأخير في سلسلة من الحالات المشابهة من السلوك العنيف الذي تتبعه الشرطة، وهو الأمر الذي أثار جدلا محتدما حول العلاقات العرقية في الولايات المتحدة. فيما قالت وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام في الولايات المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم سيقومون بمراجعة الشهادات والأدلة التي اعتمدتها المحكمة لتحديد ما إذا كان بالإمكان اتخاذ أي إجراءات اتحادية.